بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي مدارسي، عدنا لكم مع تمارين البكالوريا، والآن مع الظواهر الكهربائية الوحدة رقم 3 مع تمرين باك 2022 مات في درس الأغال. قبل البدء في قراءة التمرين لا تنسوا المشاركة في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. يقول التمرين: لدراسة تصرف الأشعة في دارة كهربائية وتحديد المقادير المميزة لها، نحقق ترتيب التشغيل بالتالي: نضرب المقاومة على القيمة F 10 كيلو 10 أم، ثم نغلق القاطعة K عند T تساوي الصفر بواسطة رأس الاهتزاز الإهبطي، نسجل التوترين UNM وUBM في دلالة الزمن ونحصل على البيانين التاليين: أنقل مخطط الدارة وأمثل عليه جهة التيار، سهمي التوترين ومدخلي رأس الاهتزاز، بين معلنا جوابك أي منحنيين يمكننا من متابعة جدة التيار إيتي. ثم يقول: ما هو تصرف الأشعة في النظام الدائم؟ السؤال الثالث: اعتمادا على البيان، أوجد القوة المحركة أو أوجد قيمة المقاومة الداخلية R، شدة التيار الكهربائي في النظام الدائم، ثابت الزمن طوب الذاتية L، من أجل معرفة تأثير مقاومة الناقل الأومي على بعض المقادير المميزة للدارة، نستعمل نفس التركيب التجريبي السابق ونغير في كل مرة قيمة المقاومة R كما في الجدول، أتمم ملء الجدول، ماذا تستنتج؟ إذا نعيد على بركة الله. أول سؤال يقول: أنقل مخطط الدارة ومثل عليه. لاحظوا معايا، ها هو مخطط الدارة، كلمة مثلوا عليه، حنا نعرفوا باللي هذا أ والتيار يكون بجهته هكذا، إي معناها التيار بجهة المولد هكذا، بينما U B و U R عكس التيار، فعندنا هذا U B وهذا U R بالشكل هذا. رسم الاهتزاز المهبطي، حابين نشوفوا U B و U R معناها الأرضي بينهما، ها هو الأرضي، بينما هذا مدخل Y وهذا مدخل إجراك فتحة. عندنا البيان هذا يقرأ سالبا، نقول أنه في المدخل هذا نضغطوا على أنفاس في المدخل هذا، تقولوا لي كيف قريتيه سالب؟ القراءة من الأرض للمدخل، تلاحظوا من الأرض للمدخل هنا جهة هذا وجهة التوتر متعاكسين، معناها هذا راهو قراءة سالبة، وكذلك المدخل موصول في القطب السالب، بينما هكذا قراءة موجبة من الأرض للمدخل. فهكذا نكون قد مثلنا ما هو مطلوب في السؤال الأول. السؤال الثاني يقول: ما هو البيان الذي يمكننا من متابعة إي تي؟ هنا وكأنه قال لي أنشف البيانات، عندي بيان واحد وبيان اثنين، أحدهما يو إف والآخر يو بي، إذا شكون البيان واحد وشكون البيان اثنين؟ أنا دوما ننصح التلاميذ باستعمال الشروط الابتدائية. نروحوا لبيان يو إر إي، يو إر إي هي هو إر إي تي، نستعملوا الشروط يو إر إي في الزيرو تساوي إر إي في الزيرو، و يو إر في المالا نهاية هي إر إي في المالا نهاية. فلما نستعمل الشرطين هذو إي لي زيرو، نعرفوها في الدرس باللي راهي زيرو، بينما هذه هي اي، وبالتالي هذه ار اي. شكون البيان اللي بدا من الزيرو؟ هو هذا، اذا هذا هو البيان 2، اذا او ار هو البيان هذا، وهذه هي ار اي اللي دايما نقول لهم كذلك هي او ار ماكس هي إر إي. نروحو للأو بي اللي يقراهو للثاني، أو بي أنا نقولهم ديروها من جمع التوترات، أو بي تي زايد أو إر تي تساوي أو، هادي بيان سيغ اللي ماهوش حافظ الشروط، اللي حافظو يقدر يخدم بيها مباشرة، فعندنا أو بي تي هي أو ناقص أو إر تي، معناها أو بي تي هي E ناقص R I T بالشكل هذا، دونك U B في الزيرو
هي او ناتش ار اي في الجيم، و او بي في المالا نهاية هي او ناتش ار اي في المالا نهاية. لاحظوا كيف نخدمو. دونك هذا يعطيني جيرو يبقى او، معناها البيان النقطة هذه هي او، والاو في الداش هو ار زائد ار في اي، بينما هذا هو اي معناها او ناقص ار اي، وفي الدرس او ناقص ار اي هي ار اي، اذا هذه هي ار اي واللي هي بي مينيموم بالشكل هذا. وبالتالي كنا قد قمت بنشب البيانات. الان بما انني نشبت البيانات درتها اكستري رغم ان السؤال غير مطروح فهو سؤال ضمني، باه نعرف شكون هو اللي مثل الاتيار، كذلك باه نعرف هذه ننصحكم بكتابتهم لانهم يساعدكم على الحسابات العدديه. فالبيان اللي مثل اي تي هو يو ار لوجود تناسب طردي بينهما، نقول البيان الذي نقرا التمرين في السؤال عفوا كيما مطروح مباشرتين، البيان الذي يمكن من متابعة اي تي هو او ار تي، هو البيان 2 لأنه يمثل او ار تي، يمثل او ار تي ويوجد تناسب بينهما، عندنا او ار تي تساوي ار تي، وبالتالي باه نتبع اي تي تبع او ار تي فهو البيان 2، واذا اردنا ان يكون البيان هذا ينطبق على البيان هذا ناخذ ار تساوي 1 اوف. السؤال اللي بعده، كيف تتصرف البشيعه لحظه غلق القاطعه؟ اذا لحظه غلق القاطعه ابنائي الوشيعه تمانع مرور التيار الكهربائي، هذا واش ندير الوشيعه، فنقول لحظه غلق القاطعه الوشيعه تمانع مرور التيار الكهربائي. بلا ما ننسى ابنائي بلي الوشيعه تجعل التيار يمر تدريجيا، التيار يمر تدريجيا هكذا. السؤال اللي بعده يقول ما هو سلوك الوشيعه في النظام الدائم؟ سلوك الوشيعه في النظام الدائم بما انها غير صلبه كاينه الار هذه، نقول ناقل قومي. اذا سلوك الوشيعه في النظام الدائم هي ناقل أومي. لماذا ناقل أومي؟ لأنه عندها المقاومة R، تفهمنا؟ حيث أنه في النظام الدائم يولي أو بي مين هو R إي هذا، وكأنها ناقل أومي. السؤال الآن يقول إيجاد أو R إي طو أي، نظن هذو هما إيجاد أو R إي طو وأل. السؤال الثالث طلب مني هذا بكل اللي يخدم التمرين بالطريقه اللي نقول له ننصحوا بها كل حاجه، والحاجه ما تجيش صعيبه، علاه؟ لانه ما يكونش صعب. شوفوا البيان تاعي، هاي او، هاي عندي ار اي هنا وعندي ار اي هنا، ما يخصني ولا شيء، المطلوب الاو والار والاي والطو والار. دونك الاو نقراها هنا، الاو بي مين نقراها لنا، الاو ار ماكس نقراها لنا، الطو هو التقاطع مع الخط المقارب نقراها لنا، ويبقى لي الان نطبق القانون. فلما نهز البيان الحقيقي ابنائي رايحه نوجد مباشره الاو تساوي 1 2 3 4 5 6، نحسب فقط في البيان الحقيقي 1 2 3 4 5 6، فعندي او تساوي 6 فولت، نوجدوها هنا في البيان الحقيقي. كيفاه نلقى الار؟ علما ان الار مطلوب قبل الاي، معناها ما
لكن نقدر ندير حاجة. شوفوا معايا U B مين تساوي R I ها و U R max تساوي R I. وإحنا نعرفوا قيمة هذا وقيمة هذا وعندي ال R. وش راح ندير؟ ندير القسمة U B مين على U R max تساوي R I على R I. لاحظوا بلي تختزل الإي مع الإي. واش تبقى لي؟ U B مين على U R max تساوي R على R. ال U B مين نقراها هنا وال U R max هنا في البيان الحقيقي 2 وربع. إذا عندي هذه 2 وهذه 4. إذا عندي 4 على 2 4 على 2 تساوي 2. إذا R على R يساوي 2 R يساوي 2 R 2 في 10 20 أم. هاي أبنائي دوك أطلب مني اختيار اختيار سهل نحب نلقاه من نحب نلقاه من عندنا U B مين تساوي R I دونك I هي U B مين على R أي I U B مين هاي 4 على R 20 دونك 0.2 أمبير. اللي يحب يخدم أو U R max هي R I إذا إي هي U R max على R. U R max هو 2 على 10 0.2 أمبير. الطو قلت لكم هو التقاطع مع الخط المقارب. ها كي نشوفها في البيان الحقيقي طو 50 ملي سكوند. إذا هاي الطو أبنائي من البيان طو 50 ملي سكوند وكذا وكذا التقاطع مع الخط المقارب. ها ماهيش هذه لا علاقة للنقطة هذه. ثم الطو هو ال على ار زائد ار. إذا ال ار زائد ار الطو 50 في 10 قوة ناقص 3. الار هذه 10 والار هذه 20. 10 زائد 20 30. 30 في 50 150 1500 في 10 قوة ناقص 3 1.5 هم. إذا بالشكل هذا السؤال الأخير إذا نقوم بتغيير قيمة الناقل الأومي R والمطلوب ملء الجدول بإيجاد هذه المقادير كلها. ما هي الطريقة؟ لاحظوا بلي عطاني إي هي الأولى ثم طو ثم U R max ثم U B M أو U M B في النظام الدائم. هذه U R T وهذه U B. دونك أول وحدة نبداو بها هي التيار. هادو مقادير ثابتة. E هو R زائد R في E مباشرة. E هي E على R زائد R. معنى ذلك E هي 6 على 20 زائد 20 و E هي 6 على 40 زائد 20. معناها الار تاع هذه 20 بينما الار هذه مره 20 ومره 40. نروحوا للطو. الطو هو ال على ار زائد ار. اذا الطو هي 1.5 على 20 زائد 20 1.5 على 40 زائد 20. اذا هذا الطو. ثم نروحوا لـ UR. UR max هي R E معناها هي 20 في التيار اللي نلقاوه أو 40 في التيار اللي نلقاوه. و U B مين هي R E كذلك 20 في التيار أو هذه تبقى ثابتة إلا بتغير التيار فقط. التيار هذا اللي راح يتغير. كي نديرو العمليات الحسابية حتى نملأ الجدول
عندي. إذن هذا جيرو كاز أمبير. ستالستين صفر واحد أمبير. إذن هنا صفر خمسطاش صفر واحد. نروحو للطو. إذن صفر فاصل صفر تلتمية وخمسة وسبعين سكوند في الجدول ميلي سكوند نضربوها في ألف ميلي سكوند أو واحد ونص قسمة ستين. صفر صفر خمسة وعشرين سكوند أي خمسة وعشرين ميلي سكوند. دونك هنا سبعة وثلاثين فاصل خمسة وهنا خمسة وعشرين. ونروحو لو ار ماكس اللي هي ار اي. مرة نضرب في الزر عشرين في الصفر خمسطاش. في العشرين عندي صفر خمسطاش وفي الربعين عندي صفر واحد. إذا عشرين في صفر خمسطاش ثلاثة أمبير، وربعين في صفر واحد أربعة أمبير. إذا هنا ثلاثة وهنا أربعة، وهنا كذلك عشرين في صفر خمسطاش ثلاثة أمبير، وعشرين فر في الصفر واحد. اثنين أمبير. إذا ثلاثة اثنين. فماذا نلاحظ أبنائي؟ لاحظوا معنا هكذا، كلما يكون R صغير القيمة، شوفوا واش صار، يزداد إي يزداد طو ينقص U R max ويزداد U B min، معناها التوتر الأعظمي. كي يكون R كبير التيار ينقص، الطو ينقص، U R max يكبر والU B min يصغر. فهذه هي المطلوب منا. قالك ماذا تستنتج؟ إذا نستنتج أن فالتناسب طردي مع مقادير وعكسي مع مقادير أخرى. وهكذا نكون قد انتهينا من هذا التمرين. في انتظار البقية لا تنسونا من خالص دعائكم، كذلك لا تنسوا المشاركة في القناة ودعمي عن طريق اللايك فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.